هلو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيش تمام. اليوم جيتكم مقطع جديد يا اسطى، مثل ما انتم شايفين لازين وعليهم تيشرتات بوتات جديد شباب، مع صقر ولا ضفدع ولا شو ضف صقر هذا شو هذا. المهم يا جماعه بلوس سو ليديز اند جنتلمان، الله يسعد ليكم يا اساطير. جيناكم بالمقطع الجديد، لا تنسوا باللايكات والمشاركات ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس يا حلوين. اوكي شباب، بدون ما نطول عليكم كثير، في عنا اثنين سكنين نازلين حبايبنا الصراحة، يعني لون أصفر كتير سامبل. أوكي حذاء حلو، تمام. نشوف مع بعضنا دبل السكنات. السكن عنا السكن الأزرق كمان يا جماعة الخير، وهذا أسود حلو كمان بلوز. عنا حنا نازلين هذا الكتانة وهذه الرقصة وهذا الصقر ولا النسر ولا اسمه شو اسمه معلم. المهم خوذة مبطنة يخفي الشعر. أوكي معلم، أوكي نسر اللوس. أوكي يعني نشوف هون حبايبنا، عنك اللف بعشر لفات بجوهرة. اوكي وعنا لفة الواحدة بتسع جوهر. اوكي يا اساطير، هون معلم نقدر نحصل على السكنات الكاملة عن طريق التوكن حبايبي، لما تضغطون فوق على الزاوية فوق يا اساطير. اوكي سو حبايبنا نقول بسم الله، نضرب اول لفة شباب وليتس جو. يلا ايوه يا معلم ايوه. اوه في واحدة حمراء طلعت لحمة، معقول هي التوكن ولا شو؟ الله اعلم. قول لي توكن نفس الشغلة طلعت يا جماعة، فكرت شي توكن ولا شي ولا هيك ولا هيك. اول لفه طلعتنا التوكن، اعمل هيك قول لي. هاي ثاني توكن حلو، صرنا ناكل يعني معلم. اوكي طبعا هون معلم الواحد 25 اوكي، والثاني هذا 25 اوكي 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 تمام. خلينا نلف هون نشوف، طلعنا السكين يا جماعه باللفات ان شاء الله. اوكي نضرب هيك، ولازم يطلع لنا اكثر من توكن يا جماعه. نشوف اوه باللوس، اوه ثلاثه توكن حلو، صار معنا ثلاثه توكن باللوس. اوكي هي صار عندنا 5 توكن يا جماعة، ان شاء الله يطلع لنا شي 5 توكن كمان يكون وضع باللوز. يعني نضرب نضرب بيك على السريع. اوه واحد توكن بس يا جدا، واحد توكن بس، واحد توكن يا زلمة، اعطونا اكثر من توكن يا جدا. اوه حلو حلو حلو، 3 توكن يا جماعة حلو، صار عندنا 10 توكن يا جماعة، 10 توكن. اوكي قربنا نحصل على واحد من هالامور. اوه لا شو قربنا يا جدا؟ ايه 25 توكن معلم حبيبي والله. هنا دروب اوكي، لا يا جدة لا يا معلم، قول لي لا يا جدة قليو. يا لطيف يا لطيف يا معلم يا معلم يا معلم. او ديم 15 اوكي، سمعنا 16 اوكي. يا اخي اعطونا 5، اعطونا والله زبي اعطونا 5 يا جماعه، ترى شيء كثير حلو باللوز يعني. ها يعني 5 ترى ضربه قويه. يلا هات لنشوف نضرب نشوف، ليتس جو يلا ويلي بابام. ايوه 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 نو واحد توكن بس دام. باقي لنا شباب 5 توكن، لا والله 6 توكن عشان نجيب هذا هذا. والله شايف شباب هي راح تطول لحظ. بيض يا جماعه بيض بيض يا جدك بيض بيض يا الله. شوف 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 انا بعرف انا بعرف حظ شباب هيك عجلات. انا 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 حظ يعني صفر 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 صفر. نشوف واحد توكن يا معلم، اعطينا 5 توكن 3 توكن معلم نجيب السكين. اها 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 اوه 5 توكن واخيرا يا جماعه، 5 توكن واخيرا. اوكي صار عندنا يا جماعه 9 نقدر نجيب هذا الصقر او نقدر نجيب واحد. اوكي لا اصبر شوي شباب، نصبر شوي نصبر شوي اصبر شوي نصبر نستعمل نجيب 34. اوكي ونشوف. اوكي يلا نعمل هيك، يلا يا معلم يا جدك مات. يلا يا معلم اوه 3 توكن. اوكي يلا ايوه الحظ بلش يمشي حاله ولا شو؟ هي 34 هيك شباب، امنا امنا نجيب هاي وهذا لان يعني هلا لازمنا 25 توكن. ليش شباب ما راح اجيب ولا شيء من هذول، نصبر شوي ممكن يطلع لنا شيء يعني، فهمتوا علي شلون؟ اوكي ولا طولوا بالكم يا جماعه، خلينا نجيب معلم على غلط نجيب معلم، بدنا نجرب النسر يا زلمه، خلينا نجرب النسر يا شباب. هذا الصقر ولا النسر؟ والله يا شباب مش بعرف. المهم قول لي هذا يا معلم، هذا راح يجيب ابدا هذا الراس، تعرف اللي يشوفوك معلم من بعد معلم بعيد كثير راح يجيبوا كيتشات ايزي فريزي، بس لا ما اعتقد اعتقدوا شو وضع ما اعرف يا جماعه. اوكي هيك شيء جبنا الراس هذا معلم،
والله حلو 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 حلو. اوكي شو نجيب شو نجيب يا جماعه؟ شو نجيب؟ والله انا شايف راح نجرب هذا الازرق كثير عجبني الصراحه. اوكي نجيب شباب حبايبنا راح نجيب الاسود هذا لانه كثير عجبني الصراحه. اوكي راح نجيب هذا الاسود كبدايه نعمل له فتح. بما انه معلم ما عنده راس راح نعمل له تزييد مباشره. خلينا نشوف شكله معلم ليش فيهم. اوكي اوكي هذول معلم احداث حبيب ورق التمانو. يا سلام عليك يا معلم. حلو حلو خلينا ندخل نجربه شباب على التدريب نشوف الوضع معلم كيف شكله باللعب. ليتس جو هات لنشوف. ويلي 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 اللي يي 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 راسه يا زلمه راسه معلم تقريبا. شوف الراس يا جدك الراس معلم تقريبا اكبر من 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 من, من اللاعب. بس واكل حلو الصراحه ها يعني مرتب مرتب بلوز بلوز جيجي جيجي جي. خلينا ندخل نبربر شوي معلم شوف شكله باللعب هذا مع الراس. راح يجيبوني راح يجيب راح قول لي وين راح راح يبربروني معلم ولا شلون؟ راح يجيبوا لي هيد شوت على الخفيف ولا شلون يا جماعه؟ اه والله معلم لحد الان معلم ما جابني هذا هيد شوت حتى بسنايبر. قول لي 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 بلا نشوف الوضع معلم اصبر نشوف. اوه وان تاب باللوز وان تاب باللوز يا جماعه وان تاب باللوز. شو نشوف؟ تعال هون تعال هون يا جميل. حلو 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 والله يعني مات. اوكي ماشي الحال تمام التمام. اوكي نشوف الهيد شوت معلم. بدي واحد يكون امامي شوف العجب راح يجيبني هيد شوت على السريع ولا شلون؟ عد الان معلم. اوه النسر فوت لا ما حدا جابني هيد شوت على الخفيف. ويلي منبطح يا جدك بلوز. نكمل من هون يا معلم. تعال هون تعال 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 وات هيل. اوه ما جابني ما جابني ما جابني ما لا ما جابني ما جابني. لم تكن طلقة راس لم تكن طلقة راس. اوكي ما عاد معلم الشيء متوقع. ودائما يا جماعة اللي بنقول انه لما يكون هذا الراس كبير طلع انا شاب. لا لا ما له علاقة صدقوني انا شايف انه ما له علاقة بس هيك منظر. فهمتوا علي شلون؟ سو خلينا نرجع لورا نشوف الوضع كيف. اوكي طبعا شباب حبايبنا الكرام الله يسعد اياكم. راح نكمل بحرق الماكينه اوكي ونجيب فيها هذا السكين على البث مباشر بعد شوي يا اساطير نخليها لبعدين. اوكي شوي هون شوي هونيك. سو ان شاء الله استمتعتوا معنا حبايبنا اعطونا لكم بالتعليقات ونلتقي ان شاء الله بعد شوي شباب على البث ونكمل حرق هذه الماكينه ونشوف كيف راح يكون الوضع شلون يا حبايبي. سو بنشوفكم على خير اتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم.